انطلق اليوم ماراثون الانتخابات الرئاسية، وفي لجنة محمد دمرداش بأسوان التقينا مع عدد من الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، بيتكلم عن أهمية نزول المواطنين ومشاركتهم بفاعلية في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. نحن سعداء جدا بالمشاركة وإن شاء الله ندلي بأصواتنا إن شاء الله في الانتخابات. كلمنا حضرتك عن حرصك النهاردة أنك تنزل وتشارك في الانتخابات. أنا كنت حريص إن أنا أنزل وأشارك، لأن ده عرس انتخابي لجمهورية مصر العربية كلها، كل واحد فينا لازم يكون ليه رأي وليه دور اللي يدلي به. وانا بطالب ان كلنا ننزل ونشارك، لان المشاركه المجتمعيه دي ده حق دستوري على كل مواطن ان هو يشارك وان هو يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسيه، لان احنا كده بنبني مصر نفسها كلها في مشاركتنا احنا المجتمعيه تجاه الانتخابات الرئاسيه ان شاء الله. انتخابات هذا العام بتاتي، يعني هذه المره بتاتي في مرحله راهنه تشهد بها الدول سواء اقليميا او دوليا تحديات راهنه، يعني اهميه طبعا التحديات اللي بتشهدها، وخاصه مصر بتشهد تحديات كبيره، وجميع الدول المجاوره لنا من تحديات راهنه، والظروف المحيطه من الدول الجوار والدول الصديقه والدول الخاصه ب المحيطه بجمهوريه مصر العربيه تلزم علينا ان احنا نشارك في هذا العرس الانتخابي اللي احنا بنعتبره عرس انتخابي انت بتدلي بيه بصوتك، ولازم يكون كل مواطن حق دستوري عليه ان هو ينزل ويدلي بهذا الصوت، لان ده هيكون هو الصوت الذي يبني مصر في الفترات القادمه والفترات الحاليه. يمكن احنا ايضا شايفين مشاركه من الشباب وفئات المجتمع المختلف، اهميه هذه المشاركه وخاصه من الشباب. بالظبط، احنا يعني توجهنا من المدرسه حاليا لما دعونا، فما نقدرش نقصر يعني ان احنا نشارك في هذه المناسبه. يعني شايف اهميه ايه مشاركه المواطنين الفاعله وخاصه الشباب في مثل هذه الانتخابات؟ طبعا اكيد يعني لازم يكون لهم دور فعال، يعني ده مستقبل بلدهم يعني، وان لازم يشاركوا برايهم، يتعرفوا على حال البلد برضه يعني، واكيد لهم راي فعال يعني في المشاركات دي يعني. حضرتك تكلمنا عن مشاركتك. والله هو اهم عنصر لازم يكون مشارك في الانتخابات كده الشباب، لان هم المستقبل، هم اللي هيكونوا مستقبل البلد كده، فلازم يكون هم العنصر الفعال المشارك في البلد كده يعني.